معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداعي مصر الرقمية فعاليات اختبارات وتكريم الطلاب المتميزين بمسابقة يوسي ماس الدولية للسنة الثانية على التوالي، وذلك بحضور الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي والدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية بالجامعة نفسها. تفاصيل أوفى من هناك مع الزميل محمد همام. بمشاركة 160 طالبا وطالبة اختتمت فعاليات اختبارات وتكريم الطلاب المتميزين بالمسابقة السنوية الدولية للحساب الذهني، والتي أقيمت بمعهد تكنولوجيا المعلومات بمراكز إبداع مصر الرقمية بجامعة جنوب الوادي بالتعاون مع فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة، حيث تم توزيع جوائز مالية وعينية على الفائزين. جاء ذلك بحضور الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم والدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية بجامعة جنوب الوادي. ويهدف برنامج الحساب الذهني إلى تنمية القدرات الذهنية عند الأطفال وتمكينهم من التفوق في مادة الرياضيات بسرعة فائقة دون اللجوء إلى استخدام الآلة الحاسبة. قد ايه هو مفيد، قد ايه هو بيساعد الطفل على الثقه من النفس، على الانتباه، على التركيز، على قوه الملاحظه، بيقدر ان هو يبقى عنده سرعه بديهه، عنده ثقه من النفس عاليه جدا، بيعمل عمليات حسابيه في دقائق اسرع من الاله الحاسبه واصح من الاله الحاسبه. فاللي بيحصل كالاتي، ان احنا ابتدينا ان احنا نقول نقرب علشان نخلي كل الناس تستفاد منه، فبالفعل قربنا وبالفعل قدرنا نشارك ناس في اماكنها عن طريق تعاون وعن طريق بروتوكولات كنا حاطينها بيننا وبين الاماكن، سواء كان في مراكز جوه بره هنا، سواء كانت في مؤسسات جوه هنا. فابتدينا ان احنا نتعرف عليهم وابتدينا ندرب اولادهم بالسنين، والنهارده يعتبر حصاد تعب مده سنه كامله. معانا النهارده 160 طالب بيمتحنوا امتحانات الكترونيه وليس ورقيه. الامتحان عباره عن 80 سؤال بيكتسب في 15 دقيقه. الله أكبر عليهم، كلهم فوق قادرين يتعاملوا مع الكمبيوتر، قادرين يتعاملوا مع الامتحان، كلهم عدوا، كلهم يعني يعتبر الوقت ما قفلش عليهم، كلهم في مرحلة الأمان. فبسم الله ما شاء الله عليهم فوق، أنا منبهرة قوي بيهم، منبهرة عن نتيجتي، منبهرة من تعبي طول السنة قد إيه أنا شايفاه دلوقتي. برنامج اليوسي ماس فيه مزايا كتير، من أهمها إن هو بيساعد على سرعة القراءة والكتابة، تاني حاجة سرعة التخيل والبديهة من خلال ان هو بيحسب الارقام من غير ما هو يستخدم الآلة او يستخدم ايديه، تالت حاجة ان هو بيديله بيزود نسبة الذكاء عنده، رابع حاجة بيزود عنده تنمية المهارات، ودي من الحاجة الأساسية اللي احنا بنشتغل عليها وهي المدخل للرياضة، احنا بناخد الارقام دي للمدخل تنمية المهارات بالنسبة للأطفال. احنا دورنا في المسابقة النهاردة ان احنا بننظم بننظم الأطفال وبنقسمهم على مراحل، في فوق اول وفوق تاني وفوق تالت. بعد ما بيخلص اداء الفوق الاول بعد ما بيخلص اداء الاختبارات بتاعته بيرجع لللاب لنفس المكان بتاعه بتاع الانتظار، وناخد فوق تاني بندخله برده، وبعد ما بيخلص الاختبارات بيرجع لمكان الانتظار تاني. ده بالنسبه لدورنا كتوتال النهارده. ام طالب زيد احمد عبد المجيد سته ابتدائي ما نقول اول اعدادي، طبعا هو يعني ليه حوالي 3 شهور يا دوب داخل المستوى الثاني، في اول المستوى الثاني. انا حسيت بفرق كبير بين ما هو كان قبل دراسه اليوسي ماس وبعديها حاليا. بالنسبه للعمليات الرياضيه بتاعته بقت حلوه جدا جدا، وسرعه بديهه عاليه قوي. والحقيقه يعني كأم استفدت معاه لأني بحب أتابع معاه في البيت وأشوفه. أنا ابني دخل يوسي ماس كان عنده 4 سنين ونص، دخل ليفل 1 تمام. الباقيين من الأكبر للأصغر، يعني أنا معايا 9 سنين، 10 سنين، 11 سنة، دخلوا ليفل 1 دلوقتي، حاليا في ليفل 3 وفي ليفل 4، يعني وكله انجلش ديفايدد وماينس وبلس واسمه ايه ده وضرب تمام. ما شاء الله يعني هم نفعوهم، لانهم هم كلهم لغات تجريبي نفعوهم في الحياه العمليه. من محافظه قنا محمد همام، طيبه.